اهلا اهلا، اليوم حاطبخ الهبة الجديدة على تيك توك، فيتا تشيز. يلا نبدأ. قطعنا ثوم وطماطم وشوية زيت زيتون، وبعدها حطيت جبنة بدل جبنة الفيتا المالحة لان احنا ما نحبها، استبدلتها بجبنة كيري حبتين وملعقة واحدة من اللبنة، وبعدها شوية زيتون زيت زيتون، وبعدها رشيتها ببهارات ايطالية من اي هيرب. وزوم أخير قبل تدخل الفرن، وتعالوا تعالوا شموا الريحة، يا سلام ريحتها تجنن. ونحطها بالشوكة ونبدأ جربوها، والله الطعم جدا لذيذ، حاجة ما تخيلتها. بإمكانكم تضيفوها مع المكرونة، وبإمكانكم تاكلوها مع الخبز، جدا لذيذة.